السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذة العريان سميرة في درس جديد بإذن الله، Grammar, English Grammar and Use. عندي درسنا لنهار اليوم نحوي بإذن الله عن القواعد في اللغة الإنجليزية، وبالتحديد عن Auxiliary Verbs أو مساعدات الفعل. Auxiliary Verbs or Helping Verbs، الأفعال المساعدة. ماذا يعني الأفعال المساعدة؟ What does it mean, helping verbs or auxiliaries in English language? What are auxiliary verbs? ماذا تعني الأفعال المساعدة في اللغة الإنجليزية؟ A helping verb works together with the main verb. الأفعال المساعدة رايحة تخدم أساساً مع الأفعال الأساسية. ماذا يعني الأفعال الأساسية؟ What does it mean, main verbs? أولاً، قبل ما نعرف ما معنى مساعدات الفعل، نحب نذكر الساع ما معنى الفعل الأساسي أو الأفعال الأساسية في اللغة الإنجليزية. The main verbs are usually the action verbs that come after the helping verbs. A main verb may be a linking or action verb. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه الأفعال الأساسية هي عادة ما تقدم الأفعال التي تدل على حركة، والتي تأتي عادة بعد الأفعال المساعدة. يعني هذا الفعل الأساسي ما يقدرش يجي كون ما يعاونوش الفعل هذا اللي هو مساعد الفعل auxiliary، كما في اللغة الفرنسية l'auxiliaire être ou avoir. هنا تاني عندنا في اللغة الإنجليزية مساعدات الفعل، يعني أنه الفعل الأساسي راهو عاجز تماما على أنه يأتي وحده، ما يقدرش، راهو معوق، ما يقدرش يجي وحده حتى يجي معاه يعاونه يعمل هذا المساعد الفعل، على أساس أنه العصا الأساسية التي يرتكز عليها الفعل الأساسي. ما يقدرش الفعل الأساسي يجي وحده كون ما يعاونوش هذا مساعد الفعل. في اللغة الإنجليزية عندنا ثلاثة أنواع من مساعدات الفعل، وهي كالتالي: Helping verbs or auxiliaries in English language are three. مساعدات الفعل في اللغة الإنجليزية تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي هذه الأفعال الثلاثة هي في الأصل تسمى مساعدات الأفعال، لكن في حد ذاتها هي أيضا أفعال. يعني نقوله the verb to be ولا the auxiliary to be، the verb to have or the auxiliary to have، ولا the verb to do ولا the auxiliary to do. وعندي to have اللي هو الفعل يملك، عندي to do اللي هو الفعل يفعل. The question that it poses itself، والسؤال اللي يطرح نفسه هنا هو ما هي فائدة هذه الأفعال؟ What's the value of these verbs in English language؟ راح نقول لك بأنه فائدة هذه الأفعال راهي مهمة جدا جدا جدا. لماذا؟ لأنها راح تدخل لي في طرح الأسئلة بالدرجة الأولى. يعني إذا كنت ما تعرفش هذه مساعدة الأفعال، انسى نهائيا أنك تقدر تطرح سؤال في اللغة الإنجليزية، ولا تفهمه أصلا واحد كي يلقيه عليك ولا يطرحه عليك، لأنها كل مساعد فعل رايح تكون عنده الصيغة والزمن والضمير اللي رايح يقترن به ويتصرف فيه. لذلك من المهم جدا حفظ وفهم ومعرفة هذه المساعدات الثلاثة، وحفظ طريقة تصريف أنتها في مختلف الأزمنة. رايحين نشوفه مع بعض من خلال أمثلة لفهم أكثر. The use of auxiliary verbs. دعونا الآن نفهم كيفية استعمال هذه المساعدات في وسط الجملة. بما أننا في الدرس الماضي شفنا مع بعض أصناف ولا صيغ الفعل، وشفنا كذلك من قبل الضمائر الشخصية، اليوم رايحين نشوفوا كيفية تصريف هاد الأوكسيلوريز ولا مساعدات الفعل في الأزمنة. الأزمنة ما زلنا ما شفناهاش، لكن اليوم بإذن الله راح نعطيكم أول زمن اللي هو البريزنت سيمبل، مانيش راح نتعمق فيه، لكن راح نشوفوا تصريف مساعدات الفعل فقط في هذا الزمن، لأنه هو الزمن الشائع اللي هو الفعل المضارع كما باللغة العربية present simple. عندي to be وأي صيغة عندي في اللغة الإنجليزية، عندي الصيغة التأكيدية والصيغة المنفية positive sentence and negative sentence، الجملة التأكيدية والجملة المنفية.
عندي هنايا بوزيتيف والنيجاتيف اند كويشن، وعندي صيغه السؤال. عندي هنايا to be اللي هو الفعل ولا مساعد الفعل يكون، راح يجيني كالتالي: I am، انا اكون، انا اكون. هي شي ات، هو هي، وات للاشياء المحايده، والحيوان از، هو هي تكون وهو يكون. عندي وي نحن نكون، يو ار، وي ار، ذي ار، يعني عندي ثلاث صيغ: عندي I am انا اكون، هي شي ات از، يو وي يو اند ذي ار، هم ونحن نكون، هم يكونون، وانتم تكونون، انتما تكونان، انت تكون، انت تكونين، الى اخره. راهي نفس الترجمه باللغه العربيه. عندي هنايا النيجاتيف، راحين ندخلوا حاجه اسمها not، راح تجيني I am not، انا لا اكون. عندي هنايا I am نحتفظ بها كما راهي، ونحط هنايا نقول not، هذه مجرد الصيغه نتاعي الغير مؤدبه في الكتابه. انا نفضل انكم تبتعدوا على هذه الصيغه وتكتبوها كما هك I am not. formal هذه informal way in writing، هذه الطريقه الغير مؤدبه في الكتابه، لكن نقول I am not، انا لا اكون، he is not ولا he isn't، she is not ولا she isn't، is it is it is not ولا it isn't، الى اخره. هي لا تكون، هو لا يكون. عندي وي، راحين تكملوا هذا الشيء كامل هكا وتحفظوه كما راهو، لانه كما قلت لكم من قبل انا I work with charts، نخدم بالميثاقات وبالحفظ نتاع القواعد هذه عن ظهر قلب، لانه انسى نهائيا اذا ما حفظتش هذه القواعد انك يعني تفلح في اللغه الانجليزيه. عندي هنايا question، صيغه السؤال، راح تجيني تقول am I كذا، هل انا اكون كذا، is he كذا، is she، هل هي تكون، هل هو يكون، are we، هل نحن نكون، are you، هل انت تكون كذا وكذا، وتكمل السؤال تاعك تطرحه بشكل عادي. هنا شفنا فقط اليوم البريزنت سيمبل في التصريف نتاع الفعل او مساعد الفعل يكون. مانيش راح نتعمق اليوم في البريزنت سيمبل لاني حابه نخليه درس وحده بالتفصيل، نشوفوه مفصل. عندي الخانه الثانيه هنايا السيمبل باست تنس، اللي هو تصريف مساعد الفعل يكون في الفعل الماضي البسيط، رايح يجيني كالتالي: I was، أنا كنت، we were، نحن كنا، you were، أنت كنت أو أنت كنت أو أنتما كنتما أو أنتن كنتن. عندي he she والit، هو هي وit للمحايد والأشياء والحيوان اللي هي was، وعندي they were، هم كانوا ولا هن كنا. هذا الصيغ راح تتحفظ كما راهي. عندي السيمبل فيوتشر تنس اللي هي الزمن المستقبل البسيط، راح تجيني فيه تصريف الفعل ولا مساعد الفعل to be كالتالي: I أنا سوف أكون، I will ولا shall، عندي will ولا shall. هذا تاني درس راح نشوفه بالتفصيل مع السيمبل فيوتشر تنس. عندي I will be، راح نحافظ على الصيغة تاع البي كما راهي: you will shall be، he she it will be، وthey تاني. هذه هكا الصيغ هذه، يعني هذا الجدول راح يتحفظ كما راهو بهذه الطريقة، لأنه بعد راح نتحقوه كما قلنا في التصريفات وفي كيفية طرح الأسئلة. هنا فقط أنوه إلى أن الصيغة المنفية كذلك راح تستعمل لي فقط I am not، راح تستعمل لي not كما شفنا قبيل اللي هي أنا لا أكون، هو لا يكون، هو. هنايا I was، أنا لم أكن، we were not، نحن لم نكن، you were not، إلى آخره. ننتقل الآن إلى كيفية تصريف ولا how to conjugate the auxiliary to have in the present simple، simple past and simple future. يعني عندي هنايا I have، أنا لدي أو أنا أملك، you have، أنت تملك، أنت تملكين، he has، she has، it has، هذه هو هي، وللأشياء المحايد أيضا هو هي يملك وتملك، we have نحن نملك، you have أنت أنت أنتما
المهم هذه كامل تملكوا they have هم ولا هن يملكنا هنا جماعة من الإناث أو الذكور. عندي هنايا simple past اللي هو الماضي البسيط راح يجيني فيه I had أنا ملكت أو كان عندي you had he had. هنا ينسهل عليكم راح تحفظوا غير كلمة had لأنها راح تجيني نفسها مع الضمائر كاملة. نزيد وننتقل الآن إلى simple future اللي هو المستقبل البسيط راح تجيني هنايا كيف كيف راح تحفظوها كما راهي اللي هي I will have ومع جميع الضمائر راح تكون نفسها بعد كما هذه اللي عدات I will have أنا سوف يكون لدي أنت سوف يكون لديك إلى آخره. يعني بصفة عامة عليه الأستاذ يمدلك ديما simple present لأنه هو فقط التصريف تاعو اللي راح يختلف مع بقية الضمائر، لكن في بقية الأزمنة تقريبا راح يجي ولا شكل تصريف هو بعد نفسه مع جميع الضمائر الشخصية. ننتقل الآن إلى كيفية تصريف the auxiliary to do in the simple present tense, simple past tense and simple future tense. كيف نفس الشيء مع مساعد الفعل يفعل I do أنا أفعل we do نحن نفعل you أنت أنتي أنتما المهم تفعل. عندي he she it هذه هنا راح تجيني does في الفعل المضارع في ال present simple tense ولا في ال simple present tense راح تجيني does. حتى السؤال نتاعي راح نطرحه بهذه الكيفية راح نشوفوا مع بعض أيضا دروس هذه إن شاء الله في الأيام القادمة. عندي they do عندي هنا هم يفعلون ولا هن يفعلن. عندي في simple past tense اللي هي في الماضي هادو كامل مع الضمائر هذا سهل راح يجيني did I did أنا فعلت we did نحن فعلنا you did أنت أنتي أنتما فعلتم إلى آخره. حتى مع الهي والشي والإت راح يجيني did راح تحفظ هاد الصيغة فقط. عندي في simple future tense كامل راح تجيني نفس الطريقة اللي هي قلنا راحين تقولوا I shall ولا I will do أنا سوف أفعل. قلنا عندكم طريقتين يتخير shall يتخير will وهي نفس المعنى أنا سوف ولا س للمستقبل للتعبير عن الزمن المستقبل. عندي do اللي هي الفعل تاعي ولا auxiliary you will keep it as it is راح تخليه كما راهو. عندي هنا الثانية راح تحافظ على نفس الصيغة مع بقية ولا جميع الضمائر الشخصية. يعني المشكل هو دائما مع simple present tense كما قاعدين تلاحظوا نفس التصريف نفس كلش مع the three auxiliaries يعني مع مساعدات الفعل الثلاثة. نتمنى أنكم تحفظوا هذا الدرس عن ظهر قلب يعني هذه الجداول راحين تحفظوها عن ظهر قلب يعني إذا حفظتوها راحين تتمكنوا تمكن تام ومئة بالمئة من كيفية تصريف الأفعال وحتى كيفية طرح الأسئلة وكيفية التعامل والتواصل باللغة الإنجليزية وفهم المتكلم أو المستمع. هنا اليوم شفنا فقط هذه الأمثلة. بإذن الله الأيام المقبلة راحين نشوفوا بقية الدروس وكيفية تركيب الجمل وكيفية تركيب الأسئلة. تابعوني وترقبوني إن شاء الله في الحلقات المقبلة. كان هذا درسنا لنهار اليوم. أتمنى أن شرحي يكون مفصل ووافي. نلتقي بإذن الله في الدروس القادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.